أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا، في الخمس سنوات الأخيرة ازداد واستمر تفاعل الفنانين من الفتيات والشباب لإبراز مواهبهم الفنية من خلال اللوح والأعمال، اللوحات والأعمال الفنية، وكان هناك استثمار للمساحات الشاسعة التي تعرض، ومن ضمنها المساحات الموجودة في الريد سي مول، المركز التجاري في جدة، ويعتبر من أكبر المراكز التجارية. 3000 شاب وفتاة قدموا آلاف الأعمال الفنية في المول من خلال فعاليات متنوعة تم توثيقها لأول مرة تحت إصدار ضخم جاء بعنوان الفن في المول. طبعا للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع وتفاصيله، نرحب اليوم بضيوفنا الفنان التشكيلي عبد الله نواوي، أهلا وسهلا فيك، والفنانة التشكيلية ومسؤولة الكتاب فاطمة بعظيم، أهلا وسهلا فيك، يسعد مساءكم. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. واسمحوا لي بس أبدأ بالسؤال أول مع أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني إحنا لاحظنا في الآونة الأخيرة في حراك ثقافي بازدياد، خصوصا المعارض الفنية واللوحات والفنون التشكيلية اللي كانت تعرض مؤخرا. احنا حابين نعرف ايش اسباب ازدياد هذا الحراك الفني. اولا يعني احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء الجميل الذي سوف يضيء يعني يلقي الضوء على جميع مناطق المملكة من خلال هذه القناة الجميلة التي استضافتنا. ثانيا احنا لو نظرنا الى مدينة جدة بالذات من سنوات طويلة جدا وهم شغوفين لهذا الحدث، فكان قبل كده ما كانت هناك مراكز تجارية أو حاجة زي كده، كان التعليم وغير التعليم والفنان يعرضون أعمالهم في الأسواق العامة، خاصة في شارع قابل والمناطق هذه، كان هناك كتيمة. نفق ما شاء الله تبارك الله. فبعد ذلك لما بدأت الحركة وبدأ التطور الجميل واتساع الرقعة الحضارية في مدينة جدة بالذات، وجود المولات الفخمة التي تستقطب العدد الكبير من هذه الفعاليات، وخاصة عندما يكون الجو تقريبا جيد متميز بمكيفات، فأنا أجد أنه هناك متعة في التجول في المولات. فأنا أشكر الريد سي مول وغيرها من المولات أنهم استضيفوا هذه الفعاليات من فترة طويلة جدا. طب وإيش أسباب ازدياد هذه الحراك؟ والله الحراك أولا ثقافة المجتمع، ثانيا خروج المجتمع المتعلم خارج المملكة ورجع مرة ثانية، هو لابد أن يكون هناك في تطور في جميع المجالات وأصبحت الفرص متاحة أكثر. أيوة بالضبط. فإحنا ما شاء الله تبارك الله لو نظرنا إلى مدينة جدة نجد أن هناك معرض مفتوح على مستوى العالم، يعني معرض مفتوح لربما ما عاد يعلم عنه، ولكن مرة أنا كنت عندي مؤتمر في هلسنكي كانوا يتحدثون عن أعمال هنري مور وسيزار وغيرهم من الفن هنا موجودة على شاطئ البحر. فبالتأكيد أنه المولات قدمت يعني مساعدات وقدمت جميع الإمكانيات، وخاصة للأخت فاطمة وغيرها. طيب من المولات يعني. أستاذ عبد الله، كيف شايف هذا الدعم الجميل لتحفيز الشباب من خلال المول؟ يعني هل كان في مشاركات عالمية من هذا النوع؟ بالتأكيد يعني في خارج المملكة كان هناك جسم مولات تستقطب، وخاصة هي سياسة تقريبا تفاعلية مع الاقتصاد أو مع ردة الفعل لتواجد مثلا زيادة الدخل، فهناك ما في أعز من أطفالنا وأبنائنا، فبيجوا المول أولا يلاقوا مثلا ملاعب أطفال، يلاقوا فن، يلاقوا وبعض الثقافات الموجودة فعليات. وإذا نظرنا إلى الثقافة التشكيلية نجدها الحمد لله إنها قفزات رائعة جدا. صحيح. ما بين الأطفال ثم الفنانين والفنانات بشكل عام. نحن لو نظرنا والله الطفل وكان عملي في التعليم بصراحة كانوا يحققوا جوائز على مستوى العالم، على الصين واليابان والدول العربية. فهذا ليس بغريب على أنه يكون هناك حراك تشكيلي جميل. يعني بعض الأحيان لما ينتقل مجسم من مكان إلى آخر الكل يتفاعل معه. طيب سيدة فاطمة، يعني زي ما يعني تكلمنا في البداية أنه في حراك، وهذا الحراك واضح أنه في بإزدياد. طيب وجود هذه المعارض إيش كيف ممكن تأثر على مستوى الفنانين والفنانات من حيث أنه تطورهم، تطور أدائهم؟
بالنسبة أول شيء شكرا لكم على استضافتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للمعارض اللي صارت يعني من 2008 إلى الآن في الموثقة في الكتاب هذه ولا شيء، نحن بدأنا من زمان يعني. حضرتك بتتكلمي على ده الكتاب. أيوة. بالنسبة لي اسمه الفن في المول. الفن في المول. طبعا كنا بنعمل ورش عمل وكنا بنستدعي الفنانين يعني. أستاذ عبد الله كان شاهد على كثير من الورش لأنه كان كمان من جمعية ثقافة الفنون، كان بيجي يشوف المعارض ويجيزها وكان بيجي يوقف قدام يعني قدام الفنانين والفنانات وكان بيتحدث معاهم الشباب اللي هم بادين لسه في الساحة. كان اللقاء ده والتجمع ده بيستفيد منه الصغير والكبير لدرجة حتى إنه الآباء والأمهات كانوا بيجلسوا معانا وكانوا بيزيدوا في مجموعة من صور من الكتاب اللي ظاهرة على الشاشة. وكانوا الأولاد الآباء والأمهات بيشجعوا أولادهم يوميا على إنهم يجوا ويحضروا ويتعلموا طالما إنه المكان مفتوح وفي مجموعة كبيرة من الناس يستفيدوا من بعض. الآباء والأمهات استفادوا من العوائل الأخرى من أولادهم، اتعرفوا على بعض يعني زادوا خبرة، عرفوا إنه ما هو غلط إنه يخلوا أبنائهم أو بناتهم في المول وهم معاهم ويستفيدوا من هذه الفنون وهذه الثقافة، لدرجة إنه بعض الآباء والأمهات صاروا بنفسهم يعني مثلاً زي ما كنا بنعمل ورشة خط عربي كان الكل بيشارك الصغير والكبير. من الحضور. يعني من الحضور يعني مفتوح الحضور أي أحد يجي يشارك حتى عندنا الجاليات اللي جايين من برا واللي جايات المقيمين في السعودية بيجوا بيحضروا خصوصاً في الصيف. فبيكون من كل أنحاء المملكة يعني وخارج المملكة. إيش أكثر الفنون اللي مسّي لها صدى كبير؟ في كان أكيد أكثر من نوع، فن تصوير، فن تشكيلي، الرسم، إيش أكثر الفنون هو صراحة التصوير دائما يعمل ضجة رهيبة خاصة المصورين كانوا بيجوا يتدربوا ويصوروا الحداث يغطوها هذا واحد، لكن اللي كان مرة بيعمل أكشن في المكان وبيخلي العالم كله توقف الإير براش والجرافيتي يعني. الجرافيتي انتشر مؤخرا كثير. بس احنا بدأنا من زمان يعني من 2006 بدأنا 2008 يعني مريم يعني كانت برضو واحدة من الطالبات الفنانات الجرافيتي اللي أظنهم يمكن نادرين في السعودية يعني ما شاء الله عليها. هي الآن مريم بترسم جرافيتي. أي جرافيتي من الفنانات كمان حصلت عدة جوائز حصلت يعني ما شاء الله. بدأت صغيرة يعني هي بتدرس كانت بتيجي برضو يعني منطقة الريتسي مول بعيدة على كثير من الناس لكن كانوا بيجلسوا معانا لآخر الليل يعني بنقفل وبنطفوا الأنوار والعالم بتجلس ترسم ما بدها تقوم والناس اللي بيجوا من برا برضو بده يجلسوا وإحنا بدنا نروح نريح يعني. تمام. فكان حالنا كل يوم سهر آخر الليل يعني صرنا بنداوم بالليل بس. ولكن ما شاء الله تطوروا كثير وتجمعوا وصاروا زي المجموعة والجروب. طبعا كنت أنا مؤسسة مجموعة اسمها تأثر ويؤثر مستمرة هي إلى الآن بس هم صاروا مؤسسين مجموعات جرافيتي ومجموعات بمسميات مختلفة. وصار في فريق منهم عمل لهم شعار اسمه ضاد وصار عندهم محل يبيعوا أدوات الجرافيتي ويجمع الشباب تبعون الجرافيتي وصاروا بيروحوا بيسافروا بأوروبا وأمريكا. أظن مريم راحت فرنسا معاهم أتوقع رسموا في مبنى في باريس مبنى 13 اشترك فيه جميع أنحاء الفنانين من جميع الفنانين الجرافيتي من جميع أنحاء العالم. تمام. طيب احنا بس حابين نعرف أستاذ عبد الله يعني مثل هذه المعارض كيف ممكن توصل ثقافتنا؟ احنا عندنا مواهب يمكن كانت ما هي واضحة كثير، ما هي كانت بارزة زي ما بالخمس سنوات هذه بارزت. كيف ممكن نوصل هذا الفن للعالمية؟ الفن المحلي الشباب اللي عندنا هنا يوصل للعالمية بفنونهم؟ أولاً هناك عدة طرق وأساليب يوصل إليها الفنان. بالنسبة وزارة الثقافة والإعلام وقبل كذا كان الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تحت مظلة الرئاسة العام رعاية الشباب، كنا في أي مناسبة من المناسبات كأس عالم تقريبا المملكة بين الأمس واليوم وغيرها نطلع بجروبات ونعمل معارض وتصرف عليها الدولة ولله الحمد ونأخذ العديد من اللوحات من جميع مناطق المملكة. المملكة متسعة الأطراف وتجد من جميع مناطق المملكة فيها فنانين يعني مقتدرين على أن يوصلوا رسالتهم. جمعية الثقافة والفنون بتدعم الفنانين؟ جمعية الثقافة والفنون كيف تدعمهم؟ والله هو جزء يعني برضه من هذا لا يتجزأ من وزارة الثقافة والإعلام لهم دعم خاص وبرضه جمعية الفن التشكيلي جفزت يعني برضه هناك برضه مجال آخر. في هناك أسابيع ثقافية سعودية تقام وأنا يعني سعيد جدا بأن أكون أحد المنظمين ومستشارا سابقا في هذا المجال يعني لإخراج العمل التشكيلي خارج المملكة زي أذربيجان وتركمانستان والجزائر
المغرب والهند يعني دول كثيرة جدا كنا منظمين هذه المعارض. صراحة بتنقل صورة صادقة عن الحراك التشكيلي، عن تقريبا المقدسات الموجودة في هذا البلد المعطاء، وعن أشياء كثيرة جدا. هذه حاجة. حاجة ثانية برضو هناك دعوات تأتي من خارج المملكة، زي مثلا من مصر، من دبي، من مونتو كارلو، من الهند، من بنغلاديش، على مستوى العالم تأتي دعوات، فيرشح لها الفنانين المتميزين، الفنانين اللي لهم الحظ من يكون تكون أعمالهم، والفنانات كذلك. في شروط للفنانين اللي بيشاركوا ولا ما في؟ والله مش شروط ديك الشروط، ولكن إحنا نعرف إنه هذا المستوى وصل إليه الفنان. الفنان يعني حتى الآن بالنسبة لي ولغيري، يعني إحنا نحاول أن نطور أنفسنا ونوصل إلى ما وصله إليه العالم. والحمد لله يعني إحنا وصلنا العالمية بصراحة في خلال 50 سنة. ولو نظرنا إلى الدول المجاورة أعمارها الفنية ما يعادل عن 70-80 سنة. فإحنا نحمد الله ونشكر على هذا الدعم الطيب من الحكومة الرشيدة جزاها الله خير. حتى في غير كده أنه طلعت مجموعة كبيرة جدا للدراسة في خارج المملكة، إلى أمريكا وإلى إيطاليا وإلى الدول الإسكندنافية وغيرها من الدول عشان دراسة فن. يعني لو نظرت لي أنا بالنسبة لي الحمد لله، أنا ما أتكلم عن نفسي، ولكن أنا 10 سنوات درستها في أمريكا لدراسة فن. فهذا شيء يعني ما هو موجود. وإلى الآن 70,000 طالب في أمريكا يتحصلون على مجموعة من التخصصات من ضمنها الهندسة والفن، لأن الفن ليس روحة، الفن في كل المجالات، في كل المجالات. ما هذا، والحمد لله نحن في خير، والقادم أحلى يا رب. يا رب. أستاذة فاطمة، من بين الشباب والفتيات تميل الكفة شوي للفتيات إنهم يقدروا يتفوقوا في هذا المجال أكثر ويكونوا موهوبين أكثر من الشباب، أو إيش رأيك في هذا الموضوع؟ والله أنا أحس إنه في تميز في الفتيات وفي تميز في الشباب. إيش الشيء اللي يميز الفتيات عن الشباب؟ صراحة التحدي. تعرفي إحنا في مجتمع مغلق، أحيانا ممنوع، وأحيانا لا ما تتأخري، إنهم يتأخروا ويجلسوا. والله تحدي كبير، تحدي كبير يعني. وأنا أتوقع إنه كل البنات بيجلسوا هم بيعانوا يعني من هذا القلق اليومي، إنه لا ما تروحي، لا ما تيجي. أيوة، طريقة إنه المواصلات ما تكون متوفرة، لكن الشباب يجوا يعني، حتى لو كان عندهم شوية عائق، سيارة ما في، يجي صاحب ويمر عليه ويجلس يعني يكملوا مشوارهم. لكن الفتيات عندهم تحدي كبير صراحة. ومن ناحية إنه هم فنانين أكثر في هذا المجال، يعني إنهم فعلا هل هم بيبدعوا أكثر في هذا الشيء؟ تعرفي يعني مرة عملنا مسابقة 2010 الرسم على الجدار، يعني خلينا الرسم كله رسم، عن جد كان حدث خطير. فكانوا البنات بيرسموا، بس أعمال الشباب تجنن رائعة، لكن فازوا البنات في المركز. أتوقع الشباب انفجروا غار ومدري ليه كيف البنات يفوزوا، لكن عارفة شو اللي ميز؟ إنه البنات فازوا، ألوانهم تجنن، ألوانهم تجنن، حس البنات. أيوة، حس أيوة، الألوان وجاذبية الألوان، يعني عن جد عملوا أكشن بالألوان. يعني تخيل البنات رسموا بجدار كبير، يعني وكانوا بيطلعوا السلم، يعني كان متعة. كانوا أظنهم 3 في جدار واحد، فمرة يعني الأولاد مرة غاروا كيف إحنا. صحيح إنه أنتوا رسماتكم أفضل وأحلى واختياركم ممتاز، بس الألوان البنات يعني كان تميزهم في اختيارهم للون، يعني تفوقوا عنكم في اللون، في الفكرة، في اللون، فكرتهم بسيطة كانت. وهذا كلهم صراحة كانت أعمال جدا تجنن، يعني كانت جداريات يعني الناس بيوقفوا عندها بس يتصوروا. يعني احنا نقول إن شاء الله الآتي حيكون أجمل بإذن الله، إن شاء الله. ومدام في دعم، يعني هذا أهم شيء أستاذ عبد الله، برضو أستاذ فاطمة، أيوة ما شاء الله، يعني الفنانين والفنانات الشباب أو الشابات، أين كان الفتاة أو الشاب ذكر أو أنثى على حد سواء، إنه هم يكونوا لهم الدعم الكافي لإبراز هذه المواهب، ممكن يوصل للعالمية أكثر وأكثر بعد كده. احنا شاكرين تواجدكم استاذ عبد الله استاذ فاطمه على هذا الحوار الشيق. وطبعا اكيد ما ننسى نشكر مريم ابو شال الفنانه التشكيليه اللي كانت بترسم جرافيتي اكيد. يعطيك العافيه ان شاء الله. ممكن اقدم شكري للريد سيمول على دعمه للكتاب، لانه الكتاب هذا بيحتوي 5 سنين كلها في الريد سيمول، فحاب اقدم لهم الشكر بصراحه، يعني ساندونا كلنا. نعم، شكرا لكم. وشكرا لكم انتم طبعا. شكرا لكي. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره الفنيه ما زالت فقراتنا سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، زياره لاحد اهم الفنادق في الرياض و90% من موظفيه سعوديين.